بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، الافتراضي في الأكورديون، لو أنا عملت ريفرش كده مثلا، إنه أنا طيب ماشي، خليني أشيل، أنا عامل عنصر أكتف صح؟ عامل عنصر إز أكتف. لو أنا شلت العنصر إز أكتف ديت بالكنترول إس ورحت للأكورديون بتاعي، تمام، هو الافتراضي بقى فيه زيه زي الفورم بالظبط، يعني مفيش اي سيلكشن فيه. بس طالما عملت سيلكشن مش هينفع ترجع تاني، يعني انت مش هينفع تطوي ناقص دي، لا لازم انت تختار حاجة معينة. فلما بتختار حاجة التانية بتطوي، بس انت ما بتقدرش تعملها انفولد، يعني ترجعها سنة لورا، لا خلاص انت اخترت بقى، ملهاش حل بقى غير انت تعمل ريفرش للصفحة او تعيد البروتوكول. انت على شريط لان انت بتبتدي تضغط انتر يعني، تمام، عشان تفضل سي جي اي ابديت. فالفيتشر ديت سبورتد يا جماعة، طبعا ديت احنا عارفين نكتبها فين لانها ليها دخل باليو ال كله، الاكورديون كله، فعشان كده هنكتبها في اليو ال. الفيتشر ديت يا جماعة اسمها داتا هايفن الاو هايفن all hyphen closed data allow all closed، وبروح طبعا كالعادة هتدي لها، هتنشط الخاصية true. لو انا عملت كنترول اس ونشوف ماذا ابلينا، open closed open closed open closed زائد ناقص كده الامر، يعني سنة كنترول جميلة بصراحة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.